هيدي وقفة. هي وقفة احتجاجية رمزية سلمية احتجاجا على سياسة التجويع الممنهج التي يقوم بها النظام السوري مع الميليشيات المتحالفة معه ضد سكان ريف دمشق كلهم. ليس هناك فقط مضايا ما تعاني من الحصار التجويعي، هناك المعظمية، الغوطة الغربية بشكل عام، الغوطة الشرقية والريف دمشق الغربي. كل هذه المناطق تمارس ضدها سياسة تجويع ممنهج، سياسة تهجير قسري للسكان على أساس طائفي. هناك سياسة اتبعها النظام بعد أحداث حمص يعني الأخيرة وإجلاء المدنيين من حمص، وهي مقايضة الأرض مقابل الغذاء. طبعا هذه وفق وصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي جريمة حرب موصوفة. هذا الأمر يجب على الأمم المتحدة أن تحيل كل هذه الجرائم إلى مجلس الأمن تمهيدا لإحالتها أمام القضاء الجنائي الدولي. ليس هناك يعني مشكلة بإدخال مساعدة قد تكفي للمدنيين أسبوع أو أسبوعين، ولكن المشكلة هي يعني البقاء على محاصرة السكان المدنيين بهدف تهجيرهم من أراضيهم ومقايضة مناطقهم بالغذاء. أين حقوق الإنسان التي يزعمون أنهم يدافعون عنها؟ بيت جدي، بيت اخوالي، بيت عمومي، عماتي، كل رفقاتي، اصحابي كلهم بمضايا. هلا احوالهم بالمضايا عدم، عالم مكبوت من الجوع، عم يطبخوا الحشيش، عم ياكلوا مي ويحطوا معها حامض لحتى يحسنوا يعيشوا او يضلوا واقفين على جريهم لحتى يكون عندهم طاقه بس انه يتحركوا. من يومين عندنا مات طفل بسبب قله الجوع، بسبب قله الاكل، ما في اكل عم ياكلوا، ما في غذاء بمضايا. وسعر الحليب عندنا بمضايا هلا الكيلو حقه 300 دولار امريكي، السكر عندك حقه 125 دولار امريكي، الرز هيدي يعني وجبه منيحه هاي حقها 200 دولار امريكي. عندنا شخص واحد اذا بده يعمل اكل يؤدي 6 اشخاص بده يكلفه قيمه هالشيء 1000 دولار امريكي. جهات بتنزل احيانا عندك جماعه بتنزل بتخاطر بارواحها لتجيب اكل الضيعه، عندك جهات او حزب الله بيسرب اكل باسعار غاليه جدا للمواطنين عندنا بمضايا او بالزبداني. هاي ترى الاكل عم تفوت، ما فيش غير الطريقه في فيها اكل. هلا انا بقول لك من 15 يوم صار في عندنا هدي بمضايا انه يطلع المسلحين ويفتح الطريق ويفوت اكل غذاء على الضيعة على مضايا. لا فتحوا الطريق ولا فوتوا مواد غذائيه. هلا من يومين وصلنا اخبار انه الاكل موجود على اوس مضايا، ما الجيش ما عم يفوت ولا شيء. هلا قالوا وعدونا انه بهاليومين في قبل يفوت اكل، نتامل انه يفوت. يلا لنرى العقل السوي السليم، لنرى من يمكن هؤلاء.